اهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا مشاهدينا الكرام. الماس يفوز على الكوكب المراكشي ب 59 مقابل 55، اذا 59 مقابل 55، فوز مستحق للماس. فرحه هستيريه للجماهير بطبيعه الحال كما كتشاهدوا معنا. الف مبروك للماس. الباسكيت اللي كيدخل الفرحه والسرور على الجماهير الماساويه اكيد، فبرافو برافو مره اخرى متابعينا مشاهدينا الكرام. كنشوفوا الفرحه الهستيريه اكيد يا الجماهير. 59 مقابل 55، فرحه هستيريه ديال الجماهير ديال اللاعبين ديال المدرب ديال الطاقم التقني. فالف مبروك. نحاولوا ناخذوا تصريحات اكيد ديال اللاعبين، وبرافو الجماهير ديال فتا تيجرز اللي ابدعت من خلال الشجاعات ديالها اكيد متابعينا مشاهدينا الكرام. كتشوفوا اللاعبين يحيون الجماهير اللي قدموا الكثير اكيد كما كتشاهدوا معنا. برافو للجماهير ديال الماس اكيد اللي هي الحافز الرئيسي ديال اللاعبين. كما كتشاهدوا التفاعل الجميل ما بين الجمهور وما بين اللاعبين اكيد، فبرافو صراحه. جماهير تصنع الحدث ولاعبين اول حاجه ما يسعني الا نقول شكرا لهذا الجمهور العريق اللي جا كيساند الفريق من اول ثانيه ديال المقابله حتى لاخرها. مقابله ما كانتش سهله بعد التوقف ديال اربعه الاسابيع، سي نورمال لا روبريز كتكون شويه صعيبه، وهذا هو اللي خلى اللاعبين بانهم ما دخلوش مقابله من الاول ديالها. ولكن بالنسبه لنا لا فيكتوار هي لا بليز امبورتون. فريق كوكب مراكشي ماشي فريق سهل، سورتو انه كاين الفرق اللي مهدر بالنزول، دونك ضروري غادي يدي واحد المقابله اللي هي كبيره وكبيره جدا. كما لاحظ الجميع ان المقابله ما عرفت الفائز ديالها حتى الفصل الاخيره. هذا ما كيخلينا الا ان نزيدوا، مازال عندنا الخدمه ان شاء الله، لان فريق المغرب فاسي التطلعات ديالو هذا العام ماشي هي هذه، تطلعات كبيره. دونك خصنا نكونوا دائما باش نرضيو هذا الجمهور العريق اللي هو جمهور شغوف بكره السله وكيساندنا من جميع المقابلات. انا ان شاء الله نكونوا احسن حله، وفي مقابله ثلاثه غادي تكون المغرب فاسي ان شاء الله يكون الكلمه ديالو. هذه المقابله ما كتعكسش الوجه الحقيقي ديال المغرب الرياضي الفاسي، لان كما قلت لك من بعد شهر ديال التوقف ضروري انه تتكون هذه المقابلات هكا تتكون واحد لا بيس دو فورم. ولكن ان شاء الله هذه كبوت فراس، والمغرب الفاسي ان شاء الله راه غادي يرجع الوجه في اقرب وقت. ما كانش مشكل، ان اللاعبين ما دخلوش فين كنت في المقابله، يمكن بان قلنا مقابله سهله وهذه كتخلي انه اللاعبين يدخلوا مرخيين. كما قلت لك الشهر ديال التوقف كيخلي لا روبريز تكون صعيبه، كما شفنا مفاجات اللي كانت في الدور، مفاجات كبيره ديال بحال الهزيمه ديال اتحاد طنجه والهزيمه ديال مش طنجه، لان بعد الشهر ديال التوقف كما قلت لك تكون دائما المقابلات كتكون صعيبه شويه. بس واش تطلب
لا لا ما يمكنش تبدل، ما يمكنش تبدل الطريقه ديال اللعب. عندك لي سيستيم اللي بديتي كتخدم بهم من اول سنه، غير ما كاين شي مقابلات اللي ما كنقدوش نحط نجدو نحطوهم في ارض الواقع. هذا هو اللي خلى ان المقابله تكون صعبه. اما انك تبدل في اسبوع، ما يمكنش تبدل بزاف ديال الحوايج في اسبوع واحد، لان هادشي كله كيتخدم اول سنه وكيتخدم واحد المده طويله. بس واش تقدر تعرف الفرق بين البلاد اللي فازت في المرحله ديال الشك، خصوصا ان الجوله الاولى انتهت بشهاده من خط الساك الماس، الجوله الثانيه سالت بثمانيه ديال الفرق، الجوله الثالثه بجوج ديال النقاط. واش تبقات يعني المقابله حتى الشعر حتى الاخر ديالها؟ واحد الحظات في اللاعبين في الحظ ديال الشك ما بيناتهم. يمكن كنقولوا هاد حتى هي في الشك، لان في التالي فاش كتشوف الفريق كيرجع وحنا ما كنستطعوش اننا نسجلوا، بحال انه اللاعبين كيفقدوا الثقه في واحد الوقت. ولكن تتبقى الكلمه دائما الفريق المغربي سيدي، انا عارف كيفاش يجيري المومو التالي اللي هما ميم كريتيك لي دو ديغنيغ مينوت، عرفنا باننا جيري وضع لو طومور والتعليمات ديال المدرب اللي خلات ان الفريق يرجع وانه يفوز بهذه المقابله هذه. شكرا بسيم الهواري، اكيد مساعد المدرب مصاوي ابن عن جد. بطبيعه الحال الماس باسكيت يصنع الحدث، وكما سمعتوا معنا بطبيعه الحال التصريحات ديال اللاعبين. نشوفوا الجماهير المصاويه، الجماهير المصاويه اكيد اللي كتشاهدوا معنا. نشوفوا ياسين رئيس الكندري اللي في عناق مع مساعد المدرب. هادشي باش كنقول ان الجماهير، لا 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 نقدر نقول ان المكتب ديال الفريق ديال الفاسي يعني كاين واحد التلاح واحد التاخير ما بيناتهم. سياسي الكندري راك مع البث المباشر، شنو التعليق ديالك على المقابله اللي خليتهم حتى الاخر لحظه ينتظر بعد الجوله؟ الحمد لله راه عرفتي عشنا على الاعصاب ديالنا. ماتش بيان سور ديفيسيل من بعد واحد الشهر تقريبا والدراري جالسين، راه سي ديفيسيل باش الدراري ريكوبيري وهذا وماتش عرفتي اموا هما جالسين، صعيب باش يرجعوا في فورما وهذا. ولكن الحمد لله الدقائق التاليه برهنت على جوده اللاعبين ديالنا، والحمد لله كنشكروا الجمهور ديال المغرب الفاسي اللي كيجي كيساندنا في كل ماتش، والدعم ديالو المعنوي والمادي كنشكروا بزاف. وشكرا للاعبين وشكرا للصحافه. لاحظتكم واش واحد اللحظه ما دخلتيش انت في الشك بصفتك رئيس ديال الفريق ديال النادي المغربي الفاسي، خصوصا ان الفريق يعني غادي وكيتقلص حتى للثواني الاخيره؟ لا 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 الحمد لله حنا واضعين الثقه ديالنا كامله، لا في المدرب لا في الطاقم ديالو لا في الكابيتال لا في اللاعبين. الحمد لله دايرين فيهم الثقه ديالنا الكامله، الحمد لله هما كيحشموناش. الانسجام اللي كاين بيناتنا هو اللي مخلينا عاطين هاد الثقه وهاد لاكونفيونس بيناتنا. شكل كلمه للجماهير المصريه اللي دائما كتنطقم يعني دائما نفس السؤال، شنو تقول في حقهم بهم بانهم يعني كيعزلوكم كيجيو يعني بمئات بالالاف نظرا ان القاعه اللي هي صغيره؟ فهذا من يعني فوقنا بالنسبه لنا نكبروا القاعه. كنشوفوا ان كاين الاف ديال الجماهير اللي كتجي تساندكم، شنو تقول في حقهم؟ انا ديما كنقولها ونعاود نقولها للجمهور ديال المغرب الرياضي الفاسي، يمكن بالنسبه لكره السله راه ما كاين حتى شي جمهور بحاله، ما غاديش يوصل ليه حتى شي جمهور في المغرب. وكنشكروه ديما الدعم ديالو المادي والمعنوي. وكما كنقولها ديما، اي فرقه كتجي تلعب راه كتلعب مع الجمهور هو الاول، وعاد كتلعب مع لي جو. بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي، واش كتشوف بان الفريق المغربي الفاسي غيكون خزان للمنتخب الوطني المغربي؟ كنشوفوا عيطوا لجوج ديال اللاعبين، شنو الراي ديالكم؟ والحمد لله حنايا العام اللي فات كانوا خداو ايوب عاشور اللي الحمد لله برهن العام اللي فات، راكم شفتوا. وهذا العام هذا الحمد لله النوع مع التدريبات اللي كانت شاقه في الاول راه الحمد لله عيطوا ليه. وكنتمناو حتى حنايا كما ديما المغرب الرياضي الفاسي يرجع للبلاصه ديالو المستوى ديالو، لا المدرسه لا كل شيء، باش نوليو حتى حنا كنعطيو طاقات اللي نحتفلوا بها معاهم في المحافل ان شاء الله، لا الدوليه لا الوطنيه ان شاء الله. سؤال وسمح لي بزاف لا طولنا عليك. القاعه 11 يناير لا حديث الان عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنابر الاعلاميه الا على القاعه ديال 11 يناير، واش عندكم شي تصور؟ شنو الرساله اللي تبغيو توجهوها كرئيس ديال المغرب الفاسي لكره السله؟ سؤال شويه محرج، ولكن نورمالمون والله العلي العظيم زعما عيب وعار، هذه القاعه هذه تكون 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 المغرب الرياضي الفاسي، زعما هذه القاعه هذه ماشي غير المغرب الرياضي الفاسي، هذه القاعه هذه تكون الفاس بحجم الطاقه ديال فاس الاستيعابيه، لا الناس ديالها لا الجمهور ديالها. سي فريمون سي تري اونتو اللي نشوفوا هذه القاعه هذه. كانوا وعود زعما من الجماعه ولا من هذا، كانوا كيقولوا غادي نصلحوا القاعه. هذا راكم شفتوا الماتش اللي ضد الفتح، زعما ما كتشرفش المدينه ديالنا. حنا زعما قلنا درنا رسلنا للجماعه لان هي اللي مكلفه بهذه القاعه باش زعما يديروا الحل، مازال ما دار حتى شي حاجه. نتمناو زعما في القريب العاجل تكون شي حاجه، والله العظيم
راه ما ما ماشي الوجه ديال فاس هذه القاعه. ايوا الحمد لله فهذا جوج انتصارات زعما كما قلت زعما كنحاولوا باش نعطيو هذا نخرجوا المغرب الرياضي الفاسي باش تعطي تلامذ جداد دي نوفو جوور اللي حتى هما يلعبوا على البوديوم ان شاء الله. كانوا عندنا بزاف ديال الدراري اللي كنا جبنا وكانوا من المغرب الرياضي الفاسي ما يمكن لهمش يلعبوا هنايا سي دونك غادي هاد السنه هذه ما يقدوش يلعبوا ففضلنا باش نديروا فرقه اخرى ديال هذا والحمد لله عطاو الثمار ديالها عطى الثمار ديالهم راكم شفتوا جوج ديال النتائج ايجابيه اللي كنشكرهم حتى هما ديجا راه خصكم حتى نتوما تجيو تشجعوهم وتجيو ديروا التغطيه ديالكم عليهم ان شاء الله. والله الا كنشكروا الصحافه اللي متبعانا واللي كتواكبنا اون فو ميرسي بوكو شكرا بزاف. يا سلكندري حنا عرفنا طولنا عليك اليوم اخر سؤال غادي نسول يا سلكندري هو اخو صديق ديالنا حضرتنا غنى رئيس الفريق المغربي الفاسي فهو يعني صديق ديالنا يا سلكندري علاقته بنفس السؤال ديال القاعه واش ما كتشوفش ان ربما الصغر ديال القاعه ديال القاعه ديال 11 يناير كيضيع على الخزينه ديال الماس الملايين ديال الدراهم خصوصا انك كنقول ان كاين جماهير اللي هي كتعدى الالاف والالاف والماس يعني كتضع الخزينه ديال خصوصا ديال الباسكت كتضيع لكم هذه الميزانيه الكبيره اللي ممكن انكم تستغلوها في مجموعه من الامور اللي ايجابيه بالنسبه للفريق. نورمالمون الطاقه الاستيعابيه ديال هذا لاصال هي كما تقريبا 1800 حتى 2000 كما كنقول لكم عيب وعار هذه المدينه هذه تكون عندها تكون عندها قاعه بحال هذه المدينه. نورمالمون راه حنايا زعما هذا صال ديال 6000 حتى 10000 زعما اون لا كاباسيتي باش هذا الجمهور هذا غادي راه الجمهور اول داعم ديالنا اول مستشار. والبارح المهم ما كنبغيوش ندخلوا في هذه لي ديتاي كما قلت لكم حنا راسلنا الجماعه راسلنا بزاف ديال الناس وهذا راه كنجيو نترينيو كنبقاو خصنا تقريبا واحد الان دوميور باش نقادو غير لي سيرش زعما سي فريمون تري اونتو ديال زعما راه ماشي الوجه ديال هذه المدينه زعما حنا كنطالبوا المسؤولين زعما باش يعاونونا. بغينا قاعه اللي الطاقه الاستيعابيه ديالها كبيره لان الا كانت عندنا قاعه كبيره دابا حنايا بزاف ديال الانشطه ما يمكنناش نديروها راه نقدروا ننظموا لاكوب دافريك علاش لا زعما حتى فاس راه تستاهل تنظم كوب دافريك كاين جمهور كاين كلشي كاين جوهره كاين جمهور كاين زعما والله الا حرام عيب وعار ولكن نتمنوا من الله بالقريب العاجل لا راه السلطات زعما صراحه الله كتواكبنا وكتعاوننا وفاتحين السيد الوالي من مشكور كان حلنا البيبان ديالو زعما اي حاجه احتاجيناها مي خص هادشي يطبق على ارض الواقع ان شاء الله. ياسين رساله واضحه اكيد نتمنى بان الرساله ديال ياسين الكندري رئيس الشاب ديال الماس اكيد توصل للجهات المسؤوله للجماعه للجهه لكل المسؤولين لمن يهمه الامر. كتشوفوا الجمهور ديال الماس فرحان بالماس باسكت يطمح لتحقيق بطبيعه الحال الماس لكره القدم نتائج ايجابيه والرسائل واضحه من عند المسؤولين ديال الماس. كنشكركم بزاف متابعينا مشاهدينا الكرام الى ما اللقاء بكم في بث مباشر اخر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.